النهارده هيكون مباراه مهمه جدا 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 في مشوار النادي الاهلي الافريقي، والحلم خلاص ناقص عليه خطوه. ان شاء الله احنا في الخطوه القبل الاخيره باذن الله لحصد اللقب رقم 11 من البطوله الافريقيه المحببه لجماهير النادي الاهلي. النهارده مباراه في اياب نصف نهائي دوري الابطال اللي ارقامها القياسيه كلها باسم النادي الاهلي. مباراه العوده النهارده بتقام على ملعب استاد 5 يوليا اللي هو ملعب افاق ستيف. زي ما حضراتكم عارفين مباراه الذهاب كانت في استاد الاهلي والسلام السبت الماضي وانتهت بفوز النادي الاهلي باربع اهداف نظيفه، ولكن نقف هنا لحظات بس. ناس كتيره جدا ويمكن كمان كان في نقاش وجدال في الاستوديو التحليلي الاسبوع اللي فات بعد المباراه، ان البعض بيقول ان المباراه حسمت والبعض الاخر بيقول لا، ان المباراه لم تحسم بعد. في الكوره كل حاجه مش 100%، يعني انت ممكن تبقى كسبان 4-5 وممكن لا قدر الله تروح تلاقي هناك صعوبات، ما تعرفش السيناريو بيقول ايه، ما تعرفش ايه اللي هيحصل في الماتش، ما تعرفش التحكيم اخباره ايه. فايه الواحد بيعمل حسابه ان الماتش الاولاني مش هقول ننسى ان احنا كسبنا 4، استحاله طبعا استحاله، انا كلاعب حتى ما بنساش. يعني لما يحصل ان احنا مثلا كنا كسبانين 3 وبنروح نلعب ماتش عوده هناك ويقول لك ايه احنا هننزل كان النتيجه 0-0، مفيش حاجه بتقل. يعني كل الكلام دوت ما يخشش الدماغ، ولكن ايه مش هنرتكن على نتيجه ماتش الذهاب، مش هنقول ان احنا كسبانين 4-0 وننزل نستهتر، لا احنا كسبانين 4-0 وده لازم يكون في عقلنا ومعانا، احنا فعلا كسبانين 4-0، ولكن الماتش ده ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكسب باذن الله، احنا كلاعيبه او اللعيبه داخلين الماتش ان هم يكسبوا، ولو كسبوا هيعملوا رقم قياسي ما اتحققش برضه قبل كده، ان هم باذن الله رب العالمين لو كسبوا النهارده هيبقى اربع دورات في افريقيا، اربع بطولات افريقيه، كسبوا ذهاب وعوده. كسبوا ذهاب وعوده، حصلت قبل كده 3 مرات، باذن الله مكسب النهارده للنادي الاهلي والتاهل باذن الله لمباراه النهائي. ماتش صعب، ماتش مش سهل، تركيز كله باذن الله من اللعيبه اول ما ينزلوا الملعب على المكسب، وده اللي قاله مستر موسيماني.